أهلا بكم. نبدأ من الحدث الأبرز الآن، حيث يعقد رؤساء ودول حكومات الاتحاد الأوروبي بعد قليل قمة في فرساي بفرنسا لبحث الأزمة الأوكرانية وتأكيد الوحدة الأوروبية ضد الحرب التي تشنها روسيا. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال إن قرارات تاريخية لأوروبا سيتم اتخاذها في قمة فرساي، مؤكدا أنه على أوروبا الاستعداد للاستغناء عن الغاز الروسي. وقلل ماكرون من توقعاته حول الحلول الدبلوماسية للأزمة الأوكرانية في الأيام المقبلة، موضحا أن الديمقراطية الأوروبية مهددة وعلى أوروبا الاستعداد لكل السيناريوهات. أما بخصوص انضمام أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي، قال ماكرون أنه لا يتوقع ضم دولة إلى الاتحاد وهي في حالة حرب. مع دخول الحرب الروسية على أوكرانيا يومها 15، تستمر المعارك العنيفة على مختلف الجبهات، بينها محيط العاصمة كييف ومدينة ماريوبول جنوب شرق البلاد التي أعلنت روسيا سيطرتها على أجزاء منها. كما نفى الجيش الروسي ضلوعه في الهجوم على مستشفى في ماريوبول، هذا بعد تأكيد أوكرانيا مقتل 3 مواطنين بينهم طفلة، معلنا فتح تحقيق في الحادثة. وأعلن رئيس بلدية كييف أن نصف سكان العاصمة الأوكرانية فروا منذ بدء العملية العسكرية الروسية، تزامنا مع تواصل عمليات الإجلاء في مختلف المناطق الأوكرانية. وزارة الدفاع البريطانية قالت أن القافلة العسكرية الروسية الضخمة شمال غربي كييف لم تحقق تقدما يذكر منذ أكثر من أسبوع، وأن الرئيس الروسي سيضطر مع تصاعد الخسائر البشرية إلى الاستعانة بقوات إضافية.